كما كتشوفوا البنات قاعدين بداو دابا في التحضيرات هنايا الجينواز. اشتي البنات راه كاين اللي قالت لي راه ماشي جينواز هذيك، راه الجينواز ماشي هكا كتكون بالخميره والزيت وداك الشيء. الجينواز انا راه حاولت معاها بجميع الطرق، انا غادي نجربها. لا طلعت لي غير طلع لي البيض مزيان، لحقاش انا مالين الدار ما عندهمش الطراب مزيان، ومازال ما عنديش الكاليتي مزيانه ديال الطراب، هذا هو المشكل اللي عندي. داك الطراب ما كيطربش مزيان، فاش كيطرب الطراب مزيان كيطلع لك البيض، كديري غير الطحين وسنيده، ما كتحتاجي حتى شي حاجه من هذا الشيء. دابا انا حتى هاد العجانه البنات وما كطربليش مزيان. انا غادي ندير حداكم المقادير مضاعفه، حيت غادي ندير بلاطه كبيره وغادي نقسم. ها انتم معايا، انا المهم نوريكم هكا. انا كنخدم الحلوه ديال لاكريم. وبالنسبه للكيك ديزاين، الكيك ديزاين رانا عارفه البنات ما تيتخدمش بديك الطريقه، كيخدم بالشوكولا وبهذا بلا كريم، كريمه سائله وشوكولا نوار ولا شوكولا بلون، هذه انا عارفه. شنو اخر بغيت نقول لكم، حقاش لقيت بزاف ديال التعاليق وبغيت نجاوبكم عليهم. وبالنسبه للبوش قلتوا لي والعجينه السكر، راه اول مره غادي نخدم ديك الحلوه ديال ديك كيك ديزاين، اول مره عرفتي، اول مره راه تحدي كبير بالنسبه ليا. دابا بحال دابا نتوما في البيوت ديالكم البنات ونوضوا خدموها اول مره وشوفوا، ونديروا تحديات مع بعضياتنا وصيفطوا لي تصاور في انستغرام، شوف كل وحده كيفاش طلعت ليها. عرفتي راه كتجي صعيبه، راه صعيبه الخدمه ديالها، راه غير كيبان لك هكاك داكشي كيتحطوا، راه صعيب الخدمه ديالها. وثاني حاجه ما عنديش الماتيريال، اختكم راها عاد باديه وقبلوا عليا وداكشي، يعني عاد باديه، انا ما قريت ما حتى شي حاجه، مازال ندير لكم فيديو على هادشي هذا باش نسربي لكم المقادير وهادشي، باش ما نشدكمش في الهضره بزاف. ولكن المذاق كاين، المذاق مذاق خطير، المذاق كاين، المذاق عرفتي شنو بغيت نقول لكم. شي حاجه دابا المهم نسربي لكم المقادير باش ما نكثرش عليكم كثره الهضره، انا كندخل بزاف الفيديوهات ما تنحملش فيهم الهضره بزاف، كيخصني الفائده دغيا، كيخصني نعرف المقادير بالزربه. كنبقى نتفقس تنقول يا ربي غير فوقاش تدوز، كنبقى ندوز كنقول يا ربي فوقاش تسالي الهضره وتوريني المقادير. المهم انتم البنات هاد البيض غادي نطبقوا، راه واخا غسلتو راه هكا دايره كمارتو. المهم غادي نزرب عليكم وغادي نخصص لكم فيديو، غادي نشرح لكم فيه هادشي كامل وكيفاش بديت، واخا راني عاد باديه قالك زعما راني بديت، راني عاد باديه، غادي نشرح لكم كلشي، يعني واخا ما كاينش تعلمت وكيفاش. انا غادي نشرح لكم هادشي كامل. دابا خليني نسربيكم باش تعرفوا شنو غادي ندير. هنا غادي نجيب العجانه، هاد العجانه هادي هنايا عند موالين الدار في الدواه وصافي. انا اي حاجه كنخدمها قال لك المراه المغربيه مقيده جميع المسائل، ستصوفي راسها، يعني ما عنديش التراب نقدي، ما عنديش لاطه نقدي نديرها غير في البرمه، ما عنديش هذا الحاجه كيخصني انا. المهم واحد النوع اللي كيتعايش واخا تحطيني غير في الخشنه نتعايش، والله نتعايش. ها انتوما البنات هنايا عندي 8 ديال البيضات، غادي نطبق هاد 8 ديال البيضات كاملين. حمزه عندك تشدلي كرشي عاوتاني قول لي واش حامل، اه ما تلصقش فوطاش، واش حال تنمر عليا، واش حال ضحك عليا يا البنات. قال لي وكيضحك هو ايو، وقال له راه كاين اللي كيسولها وتيقول لها انا طبيب فين مشيتي، وعرفتي وكيطلع لي الدم. تنقول له يا كنقول لك رد البال، علاش ما كسرتش البال في التصوير، نمشي نبان في شي لقطه، لا نمشي. انا الصراحه الله ضد الفكره ديال انني نبان في اليوتيوب، انا عندي هاد الفكره بيني وبين دماغي، واخا يعني حتى الوالد ما تيبغيش والزوج ديالي ما كيبغيش، ولكن المحبه ديالكم هي اللي رضاتني لكم. انا ما عندي حتى شي حاجه من هاد اليوتيوب، والله الا راه عندي غير المحبه ديالكم نتوما فقط، هادشي اللي كيطلع لي من هاد اليوتيوب. اذا لا سمعت شي تعليق ماشي هو هذاك، راه غادي نهز لابيس فيها البنات وغتعرفوني فين مشيت. راني غضيضيبه. المهم غير قولوا لي شي حاجه زوينه وحفزوني، انا في واحد المرحله محتاجه الدعم ومحتاجه هذا الكلمه الطيبه ومحتاجه بزاف ديال الحوايج. هذوك التعاليق راه ما نقولكمش، هذاك الكلام ديالكم راه شحال كيصنع واحد الطاقه في الانسان، راه سبحان الله العظيم الانسان تيكون عنده شي مشكل، كيكون عنده شي حاجه، كيكون عرفتي باش كيقول لك شي واحد شي كلمه طيبه، راه بصح راه كلمه طيبه صدقه. مش كيسان هنايا ديال السنينه مع 8 ديال البيضات، انا نضاعف المقادير. غادي نبرونشي هاد العجانه هادي صافي، غطحن داكشي هنايا. دابا هادشي غادي نطحنو مزيان،
باش يولي تولي عندي لاموس طلع ليا مزيان، وديك الساعه ترجعوا معايا. المهم شكرا للكلمات ديالكم والتعاليق ديالكم، راه هما اللي رجعوني، هما خلوني هكا قويه، وهما اللي خلوني انني ندير هذا المشروع هذا. غنعاود لكم واحد الفيديو، راه صافي حتى كنت انني تنازلت ويئست، وليني في التعاليق ديالكم كتقولي برافو نوال تحفزي ديري، عرفتي كيخليني بحال دابا داك ديزاين واخا جا ما فينيش مزيان، ونصحتوني قلتوا لي شنو ديري وشنو، كتخليوني بواحد الطاقه بواحد الانرجي. شكرا لكم بزاف 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 بزاف، وراه ربي صيفطكم ليا زعما في واحد الوقيته اللي انا محتاجه للدعم ديالكم. شكرا لكم بزاف اخوتي المسلمين كلكم، الله يرحم لكم الوالدين، والله يسهل على كل واحد كيتمنى شي حاجه في حياته. هانشوف دابا غادي نهبط، واقيلا كيدير شحال من دقيقه فهمتي، انا واقيلا انا راه مشيت، راه خصك تقولي شحال دقيقه نيجي ندير لها، ندير لها 20، ما كاين 20 دقيقه، ما نخليها 20، نمشي نصلي الله يقبل الظهر باش نرجع نلقاها. دابا يلاه واحد جوج ثلاثة، ديروا الكاسكات حولي البنات، راني وقفتها عرفتي شنو، اجي تشوف حمزه هنايا دابا هذا الراس هذا، ها شكون اللي عنده العجان داير بحال هكا يقدر العجان، وما قيله ما عرفتش جاتني فشي شكل، هذا الراس ما قايش لتحت، دابا شتي ما كيطلع ليش البيض مع ساني، دابا اش كنجي نديرو هنايا في الطراف في الدار عندنا ما كاينش الماطاريال، راني اختكم راه غير كتقاتل وصافي وكتطلع ديك الحاجه بما امكن. ها نتوما المهم شوف البنات مازال خاص هذا يطرب باش دير ديك القميقيمه هنا في هذه اللعيبه هذه تكون واقفه حتى نوريكم كيفاش. المهم العجانه راه طلعات معايا رجوله، هي انا كنت كندير فيها البنات اربعه ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس جوج كيسان ديال الطحين، ونص خماره في الجينواز كنت كندير انا الخماره، واخا البنات يقولوا لي ما كيدارش في الجينواز الخماره كطلعها خطيره. والمهم هاد الجينواز واقيلا حيت درتها دابا بالكثره داكشي باش خدمات ليا العجانه، خصنا نجربوا الكريمه ونصب طلع هنايا. المهم خليكم معايا نخلي هاد الزيت تكمل واحد شي شويه. ها نتوما البنات شتي راه والو عييت معاها، هذا هو حدها العجانه واقيلا غتفركع ومباش طلع بزاف، شتي راه ما درتش داك القميقيم اللي كتقولوا عليه في اليوتيوب داك التخربيقات. واو واو لا خصك يكون قاصح فهمتي، خصك يكون قاصح نيت بحال لاموس فاش كطلع. دابا البنات غادي نهبطها وغادي ندير واحد الدرجه في الطاقه، وغادي نمشي نعبر، غادي نعبر هنايا، غادي ندير كاس ديال قال لي حمزه هضري بالجهد باش تسمع هضرتك داكشي باش تسمعوني، لقيت كنغوت، غندير هنايا كاس ديال الدقيق غنعبرها هو كاس، وبقى نزيد هنا تدريج ديال هانتوما البنات ويلي 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 كنتطر المعلقة هانتوما درتو يبقى غير خفيف صافي. والبنات راه غادي نزيد كاس ديال كاس مخلط، هانتوما كاس مخلط فيه الحليب والزيت، وبالنسبة للبنات اللي تيقولوا لي الجينواز راه ما كيدارش فيها الحليب والزيت، وغير جربيها قسما بالله، انا راه عرفتي هادشي راه خدمت جاتني بديت كنخدم لي كوموند ديك الوقيته ديال الاخر ديك الوقيته ديال راس العام، وعرفتي وشحال ديال الكوموندات شحال ديال هذا درت ديال الجينوازات، وهذه هي اللي كتنجح لي كنخدمها الصراحه بتغمض عيني، كندير نص كاس ديال الحليب وكنزيد عليه كيكمل كاس الزيت، هذه هي اللي كتنجح لي كنخدم بها ديما، ما عمرها ما حشماتني ما عمرها تغمض عيني. هانتوما البنات هذا محمول ها سكتات صافي هكا هكا تجي هكا اللي يقول كدير ما بقاتش كيكه راه ولات ما بقاتش جينواز راه ولات كيكه، والله الا لا كتطلع غزاله البنات، وجربوها في الديور والبنات اللي يلاه بادين واخا تكوني يلاه عاد كتعلمي حط عليك الجينواز. ها واحد كاس، وبالنسبه للكيسان كتعبري على حسب السوائل كيسان ديال الدقيق، درت الاول غادي ندير الثاني واش دارت واش
شدات بسم الله يا ربي على بركه الله. دابا اش بالك كي تتبان لك انت غتصدق ولا ما تصدقش دابا في العجينه؟ اه زعما هما الفازون كلهم هذاك الشيء في الدولار ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الا تحشمنا مع المشاهدين. الا تحشمني يا ربي بسم الله. ماشي مع المرات كتجيب الحاجه حتى لحدا الوجه الزاز ايوا كتحشمك خاصك ملي كديريها. ايوا تعلماتي بديك الروح اللي فيها حيت ما تصدقلاش الحاجه تتخسرها وتعاودها وتخسرها وتعاودها ما تتفقدش الامل. قسما بالله العظيم وراه كنسمع الهضرات ضيعتيني ضيعتيني ملي كنت صغيره راه كنت كندير داكشي غير راسي. انا راه بغيت نقول لكم البنات انا راه ما تعلمت ما حتى شي حاجه انا راه راسي كنت كنقرا خرجت من القرايا بحال اي بنت مغربيه جلسوني مالين الدار في الدار صافي. بديت كنخدم الشغلات في الكوزينه واحد النهار طلع ليا الزاف اليوم انا راه خاصني ندير شي حاجه بغيت ندير موديليست. دارت الخياطه قالت لي ماما موديليست كيفاش هاد موديليست خالتكم فاطمه؟ قالت لي كيفاش موديليست حنايا موديليست ما كنعرفوش حنا التخربيق هاد سيري ديري الخياطه وخيطي العيالات. قلت لها لا انا ما بغيتهاش وكنت غنمو. قالت لي فين ديري هاد الموديليست؟ قلت لها في مكناس وحنايا عائله عندنا محافظه حنايا انا ملي كنت صغيره عندنا بابا ممنوع نمشي نبات في الدار اللي فيها الدراري. واش كلكم البنات قولوا لي في التعاليق بحال مثلا دابا واخا يكونوا الناس تيجيونا من العائله وكانوا عندهم الدراري انا ما غاديش نمشي نبات في ديك الدار ما نباتش فيها ممنوع من عن كليا وما نسافرش بوحدي. ما عمرني ما سافرت بوحدي اقسم لكم يمينا يا ما عمرني سافرت بوحدي كنسافر غير مع مولين دارنا. ودابا جاتهم شي شكل ديك انني ندير موديليست ونمشي نقراها في مكناس. ايوا خا تكون فاطمه دخلتني لواحد النادي بقيت نبكي ونحرنن دخلتني لواحد النادي في الحاجب مدينه الحاجب ناول التعلمات دخلتني لذاك النادي مشيت كنتعلم مع دوك البنات. دخلت لديك البلاصه بحال شي حاجه انت كتكوني ما باغاهاش وما عندكش معاها واحد المستوى اللي الله يسهل على كل واحد واحد المستوى يعني اللي انت بغيتي واحد المستوى عالي وطيحوا لكم داك المستوى ديالك جاتني في شي شكل. ولكن واخا هكاك تعلمتي واخا هكاك دخلت وقلت في الله فيها خير تعلمت اخوتي الخياطه خرجت شديت الدبلوم ديالي بقات لي شي شهرين تجوجت مشيت عند مولا داري بقيت جالسه في الدار بقيت جالسه في الدار يعني غير كنقضي الروتين عادي كاي امراه يعني كنقضي شغالاتي عاديين في الدار كنجلس كنطيب الامور ديال بحال العيالات كاملين. صافي جاتني واحد النهار واحد الفكره قلت انا غادي نبقى غير جالسه بحال هكا وانا واحد النوع ما عزيزش عليا نجلس. كنوض الصباح بكري ما كنلقى ما ندير كنوض الصباح بكري واخا عندي البنيته واخا شحال من حاجه مقيده فهمتي بهذا المعنى بحال هكا ما كنبغيش نبقى غير جالسه ما عندي حتى شي فائده في هذه الحياه غير جالسه وصافي. قلت انا نخدم على راسي نتصل بنات ديك الساعه مشيت كنسول على هاد المدارس اللي كيعلموا فيهم هاد الشيء ديال الكيك ديزاين انا كيعجبوني هاد الحلويات ديال اعياد الميلاد. مشيت سيادي مشيت نخدم ديك الساعه بغيت نخدم مشيت كنسول على المدارس كنلقاهم عرفتي غاليين بسبب الفلوس وانا صراحه الامكانيات ديالي ما كتسعفنيش انني نمشي نقرا في ديك المدرسه باش تقولوا لي باك راه مسك عليه الله ويدير ليك وهذا. انا عندي واحد العقليه عندي قالك هذه كان كيربيها بينا كان كيربيها لنا الوالد في عقولنا ملي كنا صغارين كوني ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك محموده عن النسب ليس الفتى من يقول ها انا دا كالفتى الذي يقول كان ابي. ماشي ماشي بحال شي حاجه انت كديريها بنفسك بحال شي حاجه كيديرها لك الوالد ديالك ولا شي حاجه. انا المهمه البنات ديك الساعه انا عندي واحد العقليه ما كنرضاش ما نبغيش الوالد ديالي يعطيني ولا يدير لي ولا يساعدني انا باغا نوقف على رجلي وباغا ندير هذا الشيء راسي. صافي مشيت سولت لقيت واحد السيده قلت لها عافاك بشحال كيتعلموا هذا الشيء واحد السيده كدير هذا الشيء ديال الحلويات تحيه ليها مسكينه وسولتها قلت لها بشحال كيديروا هذا الشيء الحلويات قالت لي 200 درهم للساعه. تصوروا معايا بنات البنات 200 درهم بالساعه المكانه شنو غادي تعلمي فيها هذا الشيء هذا. دخلت اليوتيوب بقيت كنقلب في اليوتيوب كيفاش كيصايبوا كيك ديزاين كيفاش كيديروا هذا الشيء هذا صافي تعلمت من اليوتيوب بقيت كنشوف كيفاش كيصاوبوا كيفاش. انا نط ديك الساعه بغيت نخدم فاش بغيت نخدم مشيت لقيت واحد المحلابه حدايا حدا الدار فين ساكنه انا
بغيت قلتها للوالد ديالي، قلت له راه غادي نبدا نخدم. قال لي يا مسكين انا غادي نكري لك المحل. قلت له خليني حتى نفكر ونشوف. وانا الصراحه ما بغيتش، غير هو لقيت راسي انني محتاجه الوالد ديالي، ما عندي ما ندير. صافي نص ديك الساعه بقيت كنسول المحلابات الباتيسريات، كنسولهم كي دايره الخدمه كيفاش مشيه. لقيت بلا مدينه صفرو واحد المدينه يعني بحال مثلا فاش تخدمي فيها هذا الشيء صعيب الحال، الناس مساكن على قد الحال، وهذا الشيء هذا ما غاديش يتمشى لك بداك الثمن. انت اللي غادي تخدمي، تبغي تخدمي شي حاجه زوينه وتحمر الوجه وتبغي تخدمي بالمعقول. المهم جاتني صعيبه. بلاتي نكمل لكم القصه ديالي. دابا غادي ندير، درت هنايا الشوكولاط ابيض مع الكريمه سائله، هادو درتهم في الطاسه هنايا، ها كنت درتهم البارح بالليل، درتهم في الثلاجه يبردوا، كنزيدو مع هاد الكريمه هادي. انا هنايا دابا راني كنخدم الحلوى ديال لاكريم ديال التصويره يعني عاديه. دابا غادي نضربها شي شويه، زدت فيها هادي باش تجي من السما، ما تجيش عاديه شي لاكريم عاديه هكاك. مشيت البنات عند واحد تكمل المحلابه اللي حدايا في الدار، قلت ليه انا غادي نصايب بحال مثلا هكا، غادي نصايب داك السيد، قلت ليه غادي نصايب بحال مثلا الحلاوي وداك الشيء، واش بقى تقبطوا من عندي؟ قال لي مرحبا. مشيت خليت ليه داك الشيء، كنمشي كنحطو عنده بحال مثلا دوك الحلوات ديال لي ترونش ديال لاكريم. كنخدمها ب 60 ريال غير عاديه، ماشي زعما البنات غير عاديه. ايوا صافي حطيتها عنده، قلت له غادي تخدمها ليا، المهم تبيعها انت ب 60 ريال وعندك نتايا 10 ريال. قال لي صافي واخا. فاش مشى باعها باعها ليا بجوج ب 60 ريال. فاش جا يعطيني حيد، هو حيد 30 ريال في الحبه، بقى كل مره كيدير لي بحال هكا، تنقول له لا ما ديرش بحال هكا. كل مره صافي عصبني، مشيت جلست بحالاتي في الدار، بقيت صافي يئست ما بقيت ما ندير، بقيت جالسه بحالاتي في الدار. قلت صافي ناقص من هذا الشيء هذا، في غير صداع الراس، ما عنديش الكليان، وغادي نبقى نتصادع مع هذا السيد هذا في هذه المخبزه، غير محلابه يا ربي، غير محلابه. قلت غير داير كراج داير محلابه، وواحد السيده مسكينه. ايوا صافي قلت بناقص. جا راس العام، فاش جا راس العام قلت هذه هي الفرصه ديالي، خصني نخدم باش نبقى غير جالسه في الدار. واخا هكا بقات عاوتاني ما يئستش، مشيت عاوتاني رجعت عند داك السيد، حيت ما عنديش شي حل من غير داك السيد، حيت هو كيخدم هو خدام زعما، عنده جايه من هاد الشارع ديك المحلابه عنده، كياخذوا من عنده الناس. مشيت لعندو صافي، قلت له انا غادي نحط لك هاد الشيء، غادي نصايب الحلاوي ديال لاكريم ديال راس العام وبيعهم لي. صافي حطيتهم، تمشى داكشي تبارك الله. النهار الاول بحال بتيبان، النهار الثاني النهار الثالث هو شي واحد السيد حط هاد الحلويات ديال لاكريم من هادوك النوع اللي تيكون بحال مثلا عنده الطوموبيله، فهمتي بحال داكشي ديال ميلفي، بحال داكشي داير داكشي بسيط، بحال مثلا غير جينواز وطلعها لاكريم بحال هكا، زوق 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 عطى الزواق صافي، ودار لها واحد الثمن هبط عليا انا، وانا خدمه داكشي بنيه وخدمه بواحد الطريقه ما نقولكمش. هانتوما البنات هنايا راه درت الفريز شحرتو مع ثلاثه معالق ديال السنيده، وزدت معاه النكهه ديال الفرونفواز راني خويتها، زدت معاه النكهه هادو، غادي نعمر بهم. هانتوما تشوفوا معايا نعمر بهم الحلوه ان شاء الله، وغادي نزيد معاهم هاد التوت الازرق. راه بزاف اللي قال لي سميتو بالفرنسي ما بقيتش عاقله. المهم هذا غادي نزيدو حتى هو، غادي نزيدو في الوسط. كي شفتو البنات هيا الجينواز ديالي راها وجدات، خرجتها ودابا غادي نقطع ان شاء الله يا ربي على حسب التصويره. مشى جاب ليا خويا حمزه هو ماما، مشاو شراو داكشي ديال القلوات، خليكم التصويره تتكال. هادي راه عارفينها كاع البنات، راه كتديها البنات عند من حمزه، طبعتوها باش البنات يعرفوا البلاصه. طبعا انا عارف البوكيمون في الحاجه كيطبعوا عند صحاب الحلوى، واش هما عارفين البوكيمون؟ هانتوما البنات هيا الجينواز ديالي كيما قلت لكم، هادي راه كنديرها بتغماض العينين الصراحة، كتجي زوينة، وأنا بالعاني مبغيتش نحمرها من تحت باش كتجي شي شعرتي كتجي في النار. نحيد هاد الجوانب هادو، هادو راه نقدر نحتاجهم، متلوحيد حتى حاجة، نقولك علاش متلوحيهمش، باش تتخافي لما تكدكش الحاجة ولا شي حاجة. زين زين يعني انا كدير التصويره مزيان كتاش بديت تقطع راه مقدم.
كما شفتوا البنات غادي نسقيها هنايا بالحليب. الحليب درت فيه واحد الفانيا، هانتوما درت فيها واحد الفاني هذاك تنمسحو حتى من بعد غادي فيه. هنايا غادي ندير الطبقه الاولى، ندير فيها لا كريم وغادي نكمل لكم الكاستا ديالي باش ما نبقاوش. المهم البنات ما نطولش عليكم. المهم فاش هادي هادشي كنعاودو لكم البنات على حسب اش، على حسب كل مرة جالسه في الدار كيخصها دير شي حاجه، ما تبقاش غير جالسه وصافي. الوقت صعابت والراجله ما غاديش تغيب وحديتو، كيخص المراه والراجل يتعاونوا على الزمان. الله يحسن العوان. دابا الدراري كيخصهم مصاريف ومسؤوليات وشحال من حاجه والمهم واخا تحيدي غير راسك نتيا راكي حيدتي عليه النص. المهم البنات فاش بقيت لكم لقيت بالله انا ما مسلكنيش داكشي انني نخدم بخدمه، داكشي كنخدمو بالنيه وداكشي. بحال دابا مثلا هنا دايره الفرونفواز دايره شحال من حاجه، كتجي عندك شي وحده كتبقى كتقول لك لا وانا نقصي لي عافاك. الا نقصت لك غادي نقص لك في الكاليتي ديال الحاجه اللي راني مصايباها لك، كيخصني ناخذ شي حاجه ناقصه في الثمن وانا ما كنقدرش ندير ديك الخدمه بحال هكاك، فهمتوني؟ المهم جيت صافي ما بقاش عاجبني الحال في ديك المحله، بقيت بالله راه رزقي كيمشي وعلى والو تماره والجهد راكم عارفين. صافي خوتي جيت لعند مولاي الدار انا بقيت كنهضروا انا وياهم، قالوا لي علاش اللي ما جابوا لي مساكن بعدا الفران هذا يخطيهم، راكم شفتوا داك الفيديو داكشي زعما باش نطاز باش يحفزوني. قال لي ايوب علاش ما ديريش انستغرام وتبقيت تخدمي مع الناس في انستغرام داكشي وان شاء الله. صافي بقيت كنصلي كنقول يا ربي تجيب لي فيها الخير. قالت لي الوالده الحلوه، ديك الحلوه راه فيها تماره، لا سعفتيني يا بنتي ما ديريش ديك الحلوه، كون درتي الخياطة يعني الا كبرتي وشرفتي واحد الوقيتة واش غادي تبقاي في ديك الحلوة. انا صافي شنو درت؟ سمحوا لي البنات طولت عليكم، راه هاد القصة كنعاودها لكم راه عبرة وتستافدوا منها كاع العيالات لي جالسين في الدار. ايوا المهم بقيت انا بقيت بحال هكاك صافي نتوضيت صليت صلاة الاستخارة وقلت يا ربي جيب لي اللي فيها الخير، كتعرفوا صلاة الاستخارة والقضاء. صافي قلت نشوف هذا الشيء الا فيه الخير، الا فيه الخير ليا ربي راه غادي يكمل ليا في هذا الشيء اللي راني غاده فيه. الا كان الخير في الخياطه ربي راه غادي يكمل ليا وغادي ييسر ليا من عنده، خصني نقد هادو. صافي المهم فاش توضيت وصليت قلت صافي الله يجيب لي فيها الخير. جيت هذه المناسبه هذه جيت لهنا عند مالين الدار، جيت عند مالين الدار باش نوقف معاهم وداك الشيء على حساب المناسبه. قال لي ايوب واش داك انستغرام شوفي فوقاش وانا تابعك راه مقادو ليك، راه قاد ليك انستغرام باش الناس يبقاو يتبعوك ولا بغى شي حد يخدم شي كوموند يجي لعندك. صافي هادي هي باش جات البنات، وراه الكوموندات كنقول لكم كنخدم الكوموند راه كيجي عندي الناس قلالين حيت انايا الله عاد باديه وما معروفاش، وكتعرفوا الانسان في داك البدايات ديالو راه صعيب الحال باش تعرفيه بزاف ديال المسائل. والله ما عرفت بالله التشجيعات ديالكم وردة الفعل ديالكم غادي تكون بحال هكاك بديك الطريقه زعما والله الا تصدمت. شكرا لكم بزاف البنات، شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم على لي كومونتير، شجعتوني وحفزتوني وزدت تشجعت. انا هادشي دابا هادشي كان بغيت نقول لكم بالله انا هادشي راه ما قارياش عليه، يعني انا هادشي كنديرو عن حب، كنديرو وانا كنبغيه، كنديرو وانا فرحانه. هذاك الشيء علاش فاش كنكون كنصايب شي حاجه كنكون فرحانه بحال دابا هكا الحلوه، ولا واخا كنكون مستخيسيه من شي حاجه ولا عندي شي مشكل كنكون فرحانه وانا كنصايب هادشي. وكان بغيت نقول لكم هذه القصه باش تحفزوا حتى نتوما البنات، قدرت تفيدكم في شي حاجه تكون راكم غير جالسين في الدار ديروا شي حاجه في حياتكم، ودعيوا معايا كاملين باش ربي يسر ليا في هذه المسيره هذه ديالي. ولا عندكم شي نصيحه نصحوني بها وقولوا لي واش اما احسن الحلوه ولا الخياطه. كان عندي واحد الحلم، كنت كنحلم انني ندير واحد الكراج واخا يكون غير كراج وندير فيه الطبيلات، راه هكا راه اسمها طبيلات بحال هكا، وندير داكشي ديال لاكلاص دوك لي كريب هادشي ديال الحلويات. شوفوا البنات دعيوا معايا عافاكم
هذا هو السبيل ديالي من هادشي كله. دعيو معايا باش ربي يوفقني في هاد المسيره ديالي، وربي يجيب لي اللي فيها الخير، ويجيب لي التيسير، ويجيب لي الرزق من عنده يا ربي. حتى الكليان راه مازال ما عنديش شي كليانه، يلا عاد باديه، يلا كنت خدمت غير شي جوج كليانات هكاك. واخا تكون فاطمه نقول لكم واحد الحاجه تموت الضحك، خدمت واحد السيده راه متتبعه وفيه ديالنا مسكينه كتفرج فينا، عيطت لايوب قالت له راه بغيت نخدم شي حاجه على النوال، بغيت غير نحفزها وصافي نشجعها. ايوا المهم خدمت ليها السفوف، قالت لي واش كتخدمي الشباكيه مع انا جودي وداك الشيء. قلت ليها الشباكيه دابا انا ما يمكنليش نخدمها لك، راه عندي بنيته صغيره بحال السفوف نخدمو لك. ايوا مسكينه شجعتني، قلت ليها قالت لي بشحال قلت لها القد والقد، مشات مسكينه زاتني فلوس من عندها. فاش عيطت هذا عيط لها، قلت لها قيل راكي غلطه، قالت لي لا، قالت لي انا راه عارفه راسي اش كندير، انا المهم راه بغيت نشجعكم شي زقسه. خالتكم فاطمه كانت معروضه، شنو دارت ليا؟ بقات تقولها للناس كاملين، قالت لهم مسكينه واحد موتها تبيع راه شنو دارت معاها. من داك النهار ما ولا جاني شي كوموند. شكون اللي عنده مو بحال هاد الشكل بحال هكا بحال خالتكم فاطمه؟ الا درتي شي حاجه كتبغي تقوليها لها هي الاولى زعما. ايوا كتدير لك واحد الفرطه نيت عالميه. قالك قضيو حوائجكم بالكتمان. وكانت هادي هي القصه ديالي البنات، وكنتمنى تكون عبره لكم حتى نتوما، وتشجعوا نوضوا البنات وديروا شي حاجه. اللي كتعرف اللي عندها الطموح في شي حاجه كتعرفي ديري لا كواف، خدمي غير في دارك بلا ما ديري المحل ولا ديري شي حاجه، ولا غير في الدار ديالك. المهم غادي نزيد تبقى خرافق هادشي ياك حمزه راه سخفتي يقول لي انا ما سمعتش نقول له كانت هادي هي القصه ديالنا. الضحكة كيقول لي مسعود، تيقول لي قولي لهم وكانت هادي هي القصة ديالنا، كانت هادي هي القصة ديالنا. صافي بغا يسربي. سمحوا لي البنات راني طولت عليكم، راني عارفة راسي طولت عليكم. هذا داكشي اللي قلت انا تكون طولتي على المشاهدين، بغينا ندوزو لحاجة أخرى. بغيتكم غير باش تاخذوا شي حوايج واخا تيكونوا تافهين، كتقولي لنا ماشي شي حاجة خذوهم بجدية، وربي غادي يسر. ربي فاش كتكوني كديري شي حاجة اللي هي مزيانه راه ربي كيسر لك فيها. تبارك الله عليك نوال، الله يبارك فيك اخويا. الكريمه راه جات قاصحه شويه، راه مركزه ضروري. هذه هي اللحظه اللي كنفرح فيها، اللي كنفرح بها اكثر هي اللي كتعجب الكليان. دابا غادي نجيبو الصوره. هو الحلوه طلعت زوينه ولكن فراس ما مشاتش. ما تعبناش الحوز، كبير وقوي من داخل. صلاة والسلام على رسول الله، إلى جاي لجا سيدنا محمد، الله مع الرجال علي. كتفاي غادي وجيه ولي اختي لا حشومه عليك، دا طويل تزغرت، هذا طويل غاد شويه تجينا مع حسني داير. تبارك الله زوين تغيرت اسمك كانت لهم الودية. السلام عليكم بيها. هاي صاحب حلا خالتي. هاي على بيو. إنه يتي كيف الناس بعد. كيضحك بعدا. شي خاصك ديرها في النفق، خاصك ديرها في النفاج. باش يولي بري. يولي بري شوية يولي يطيح ليه السر. حلوة دخويا. دار خويا. دي انستغرام. دار خويا. باش نسالي الحلوة دخويا نصيب ديال مرت خويا. كنت سمعتي مرت خويا. عقبالك ان شاء الله ونصيب لك شي وحيده تجي فيها يا سلام. انتم البنات ديروا كلينيكس بحال هكا. كلينيكس نقي. نقي. باش تسمعت البنات. تبارك الله على لوستيك. ليه خطيها تبارك الله اختي سعدات راجلك. اختبرت كنخدم بالراحه على ويد بغيك الريح قدام الموش تسبيعي. هادشي ديال الحلوه. ايه ما كانش والله الا كتمشي غير بالعكس. شتي فاش كتكوني كتدي الراجل فاش كتكوني انت كتعرفي طيبي مزيان. تبارك الله ما شاء الله. ما كياكلش. فاش كتكوني ما كتعرفيش طيبي كدي الراجل. على الحساب العكس اخوتي داكشي معكس. فاش كتكوني عاتاني كتلبسي والسراب ديال الجين. وتيعجبوش. تيقول لك خدي الشعر. والله الا داكشي غير بالعوجه. فاش كتكوني ملتزمه كتعرفي شي واحد خاصو وتعرفي شعرك ضروري. ولاني تبارك الله جات واعره بزاف. انا بعدا جباتني
واعره صالحه الله. يعطيك عقبالك امين. وصوب عليك ان شاء الله. شاء الله شاء الله اختي ان شاء الله الله يكثر خير. وعيو معايا البنات في هذه المسيره هذه. عيو معايا مسكينه ربي يسهل عليها. هادشي راه غير كنجتهد فيه وصافي وغير من راسي هادشي كامل. راه ما معلمه لا مدرسه لا حتى حاجه عاود لكم شنو كاين. اييه وهي تبارك الله كيجي داكشي زوين. صالحه الله. واعره جات صراحه الله جات فنه فنه بزاف. حيت البنات في الوقت هذا الفريز كيتشوف فيها الاحمر. فيها الورادات هذوك الاحمر. فيها الورادات هذوك الاحمر. دات لها فلوسها في الجناب وزوقها هكا بالبيض صراحه الله جات واعره بزاف جات خفيفه وزوينه. حتى باش عمرتها من الداخل جات واعره. عمرتها الفرنبواز والفريز. النوكا وقيلتي فيها تنوكا. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي. هذا نوريهم هانتوما. هذا هو الزوج ديال وفاء. الماسون ديال وفاء. اخوها الماسون وزوجي الماسون. عيد ميلاد سعيد اخويا والله يسهل امين ويسهل امورك ويخليك ان شاء الله يا ربي ويخلي لك حتى تشوف هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي وهذا هو الكادو ديالي وهذه هي الهديه ديالي وسمح لي والله كنت عندي كل واحد شنو ندير لا اختي شوف راه غير تعامل زوين والله الا الله يكثر خيركم على اختك اختي نواش تبارك الله الحلوه درتها واعره واعره بزاف صرعتيها 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 اختي فين كنت مخبيه هادشي كامل صحه وراحه انا شوف انا تبارك الله راه ما جات ما تقولوا قرات ولا دخلت شي مدارس داك الشيء سبحان الله العظيم غير موهبه وداك الشيء اللي عطاها الله صراحه الله والله الا تبارك الله عليك الله يبارك الله تبارك الله ما شاء الله عليك لالي يحرمنا من دوك الجديدات كيحطوا العسل الله يكبر بك اختي الله يكبر بك اختي امين 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 يا ربي امين دابا اي برامج يصلي التراويح ان شاء الله دابا تيجي ان شاء الله عاد نحطوا هاد الحلوه هذه هاي الحلويه حداك كان شي عيد الحب ولا شي حاجه صوني عليا التليفون كان شي طوارئ ماما يصوني عليا انا عندي انت عندي صافي بلا ما نزلهم والله يعينك شوف والله يعطيك الصحه اختي الله يكثر خيرك حنا راه عاد فطرنا خوتي بغينا زعما نديرو داكشي ديال المملحات بيتزا جات مع رمضان داكشي خوتي حنا كلينا شربنا دابا ندير غير شي كاس العصير ان شاء الله وغادي نحطو هادي حطو الحلوى هادي ان شاء الله وغادي تشوفو زعما نرجع مع راسك بدات الفعل ديال كاس السي اي او كاس السي اي او كاس تخي زعما حد نهضر معاه هو كيشوف فيا واش هو هنا عطينا منسوق الناج والله العظيم ايوا كل واحد على خطا لي خوته كل واحد على خطا لي خواتاته والله يسهل عليكم واحد على خطا مرات خو الا كانت بحال هكا ولا كانت لوسه بحالي لا يخطيها عليكم يخطيها عليكم ما والله الا ربي قلوب اي واحد كيكون عنده شي مشاكل ولا شي حاجه شحال من زعما ديك العلاقه اللي بينك وبين وفاء زعما زوينه زوينه والله الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله البنات والله ما عمرها ما غيرتني ولا غيرتها ولا لا لا الحمد لله بالعكس هي كتحسني بحال خصها دابا راه حنا خواتها اللهم لك الحمد نفس الكاركتر نفس العقليه بحال اللهم لك الحمد الله يخليها يا ربي محبه دائما امين اللهم امين يا ربي امين يوم الدنيا وغدا الاخره يا ربي امين خوها تهلا فيها تعاملها مزيان وشتي خوتي دير شي معامله مزيانه مزيانه مع مرتو هضري وهضروا معاه صحيح هضري معاه سير ما يبغي حاجه بغي زوينه راه تبغى تقول لان الدنيا راه كدور هذاك الشيء اللي غادي اللي غادي تسوق انت ما مزوجاش دابا تزوجي كل واحد كنت مزوجه راه ما عرفتي شنو يوقع لك في الدنيا كان عندك شي زواج زوين ما عرفتيش ربي شنو يخرج لك في وليداتك كل واحد كل واحد شنو المهم ديما يخاف الله في بنات الناس ايه ويتهلا فيهم ويصونهم على هذيك البنت راه جات لداركم راه في عاركم راه ما تابت اختك وكملتيها درتي داك هابي بيرداي هنايا مازال هذيك عاد نديروها خاصها ديرها في التالي مازال خوتو مازال شوف هذا راه مازال غادي تزوقها وتشعل فيها الضو غتولي كتشعل تولي واعره الصراحه الله غزاله غزاله غزاله